حياكم الله. بريدك عشان تصل بسرعة أو المتسان ينتبه لازم يكون نظيف ولازم يكون مرتب. الطريق المضبوط وصلك بسرعة. أعلمكم قصة واحد كيف يصل رزقه سبحان الله العظيم وكيف رزقه يصله. رجال الله والعلم عم توسطه أو حوله ورجال مو بصغير معه أمور المادية ما هي بجيدة ومعه سيارة حقت نقل أظنها تينا أو شيء من هذا القبيل. يعلمني بالسالفة يقول لها من صليت الفجر طلعت من المسجد ورحت موتري الحقين الحراج وما الحراج ونقل العفوش والشغلات هذه. يقول أوقف معهم أتحرى زبون يناديني كدن يعني أوصل أغراضه وأترزق الله. يقول أول ما وقف يقول دائما يقف يجي 30 سيارة حوله يزيد يقل شوي. يقول أول ما وقف يقول معي مسبحتين طويلة يقول أقوم أستغفر. يقول لا وصلت 200-300 حوله سبحان الله العظيم إلا جايني زبون. يقول دائما تقريبا أنا أول واحد يطلع من الصف وأول واحد يجي زبون. ذكرنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له منه أغلقت في وجهي مسألة أقوم أستغفر. يقول قبل ما أصل الألف أو حوله يقول سبحان الله العظيم يفتح الله علي. يقول خوينا هذا إلى مني طلعت مع الزبون وخلصت جت الساعة 11 والله أني خالص وتعبان وتلفان واصل للبيت مقضينا أغراض البيت ومرنا زينة. يقول جيت وعطيت المرأة اللي موجود وعطيت الحصيل. يقول ثم صليت ثم قيلت. يقول عقب العصر ولا عقب العشاء طلعت لي مشوار ولا مشوارين إما صلة رحم ولا زيارة أقارب أو شيء من هذا القبيل. فكرة ترى ما يوسع الخاطر سبحان الله العظيم مثل العلم والاستغفار. العلم يخلي الإنسان يعذر الناس ويكبر قلبه ويكبر عقله لأن القلب يحتاج إلى أنه يتوسع. القلب تقولوا مثل يعني لو شبهناه بشقة مثلا غرفتين وصالة لكن كل ما قرى الإنسان شيء وتعلم شيء يزيد غرفة غرفتين إلى أن يصير ما له نهاية. الخبرة تقوي القلب والعلم والمعرفة توسع مداركه. الاستغفار فهو يجلي الهم سبحان الله العظيم. في الحديث عن صلى الله عليه وسلم على محمد من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. السلام عليكم تصبحون على خير.